السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء، درسنا لهذا اليوم هو الفصل العاشر، الموقع والحركة. شنو يقصد بالموقع؟ الموقع هو مكان وجود الشيء. هسه بعدين راح نجي نشرح شنو يعني مكان وجود الشيء. أما الحركة هو تغيير موقع الشيء، وهم راح ناخذها بعدين شنو يعني تغيير موقع الشيء. منطيني تجربة بسيطة، يقول كيف أعرف إن الشيء قد تحرك؟ شلون أعرف هذا الشيء تحرك من مكانه أو تغير مكانه؟ شغلات أنا أحتاج إلها بهذه التجربة حتى تنجح عندي: سيارة صفراء وسيارة زرقاء وطاولة. طبعا أنا ما عندي سيارة، استعانيت بهذني قطعة المكعبات اللي هي صفراء وزرقاء، وعندي طاولة. أنتم من تسوون التجربة استعينوا بأحد من أهلكم، أمكم أبوكم أخوكم كيفكم، حتى تسوون التجربة وياه. لنفرض أنه أحد منكم راح يغمض عينه، والشخص الآخر انه راح يحرك احدى هذه المكعبات. لنفرض انه اني حركت هذه القطعة وديتها الى مكان ثاني، من راح افتح عيوني راح الاحظ انه احدى القطعتين تحركت، الاحظ انه هذه بقت نفس مكانها لكن هذه القطعة تحركت. شلون اني حركت مكانها، غيرتها؟ اذا الحركة اني من حركت هذه القطعة من هنا وديتها الى هذا المكان، معناتها اني غيرت مكانها، حركتها، من حركتها تغير مكانها. هذا المقصود انه الحركة، انه اني اغير موقع الشيء. هو موقعه يعني مكانه، الموقع يعني المكان، المكان كان هنا لكن اني من غيرته غيرت الموقع، من حركته تغير الموقع. فراح نجي بعدهم منطيني ما الموقع. هسه راح اخذ بالتفصيل الموقع هو شنو. يقول لي تحديد موقع جسم نسبة الى شيء اخر نستخدم كلمات. اكو كلمات احنا راح نستخدمها حتى نعرف انه شنو الموقع او شلون نحدد موقع جسم. طبعا انا عندي هذا سويته من المكعبات، وعندي هذه المكعبة. طبعا هي المصطلحات او الكلمات اللي انا راح استخدمها حتى احدد موقع الجسم، او احنا نستخدمها دائما بحياتنا، اللي هي مثلا كلمة تحت. تحت يعني جوا شيء، انه هذه المكعبة انا خليتها تحت هذا الجسر اللي انا بنيته، معناتها انه تحته. تلاحظون هنا تحت، بينما فوق راح اصعد هذه القطعة المكعبة فوق هذا الجسر اللي انا سويته، هنا معناتها فوق. اذا موقع من اقول وين قطعة المكعبة؟ فوق الجسر، انه انا حددت الموقع. بينما من اقول تحت الجسر، هذا هم انه تحددت موقع هذا الجسم. يمين بجانب، يعني هذا اليمين انه يمين الجسر، انا حددت موقع هذه المكعبة الى اليمين. يسار كذلك، انا حددت موقع انه هو يسار الجسر. امام، هذا الجسر هو امامه. اما الخلف فأني من أخلي قطعة المكعبة هنا، إذن هي خلف الجسر. هذا معناته أنه أنا أحدد موقع جسم، هو هذا الجسم اللي أنا أقصده اللي راح أعرف موقعه. مثلا أسأل وين المكعبة، مثلا تقولوا لي، راح تقولون المكعبة فوق الجسر. إذا جبتها هنا راح تقولون أنه موقع المكعبة يعني مكانها، الموقع يعني مكان هذا الجسم. وين؟ هنا أنا تحت الجسر يعني جوا. أما هنا فوق، هنا يمين، وهنا يسار، وأمام، وخلف الجسر. هاني معناتها هنا حددت مكانه. إذن الموقع هو مكان وجود شيء بالنسبة إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر وهذا الجسم. فأني حددت مكان هذا الجسم بالنسبة إلى شيء آخر. إذن الموقع هو مكان وجود الشيء، يعني مكانه يعني موقع، مكان هو موقع. نعطيني سؤال، يقول ما موقع السبورة من موقعك بالصف؟ يعني وين موجودة السبورة من مكان وجودك أنت بالصف؟ من قاعد السبورة وين راح تكون؟ هسه أنا قاعدة، لنفرض أنه أنا بالصف وهذه السبورة، وين راح تكون السبورة؟ تكون أمامي مباشرة، يعني لا راح تكون فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلفي، راح تكون أمامي موجودة على الحائط. إذا موقع السبورة من موقع بالصف راح تكون إلى الأمام. فإذا جواب السؤال راح تكون إلى الأمام،
او امامي بالصف. راح نجي من الحركة. شنو الحركة؟ يقول هو تغيير موقع الشيء عندما يتحرك من موقعه الى موقع اخر. قبل شوي انا قلت لكم لنفرض انه هذه قطعة المكعبة انه هي بهذا المكان، انا ايش راح اسوي؟ راح اشيلها اغير مكانها، وديتها الى مكان ثاني. انا ايش سويت؟ معناتها انا غيرت مكانها، غيرت موقعها اللي هي كانت موجودة به. هي كانت بهذا الموقع يعني المكان، انا شلتها وديتها الى موقع ثاني يعني مكان ثاني حركتها. فاذا الحركة ايش راح تسوي؟ راح تغير موقع الشيء يعني تغير مكانه. من احرك شيء راح اغير مكانه. لو الاحظ هذه الصورتين، هذه الصورتين هي الحصان. اول صورة انه الحصان هنا، أنا هذا عندي حاجز، الاحظ انه الحصان هنا وين؟ فوق الحاجز. هذا الحاجز هذا الحصان. لكن بالصورة الثانية شنو؟ طبعا هنا الحصان يحاول انه يعبر يجتاز هذا الحاجز حتى يكمل طريقه. فهنا بالصورة الثانية انه استطاع الحصان او قدر انه يعبر هذا الحاجز ويكمل طريقه. فالحصان يتحرك من موقع الى اخر، يعني هو كان بموقع وصار كان بمكان وصار بمكان ثاني من عبر الحاجز. طبعا مو بس انه الحيوانات او الالعاب اللي هي تتغير، لا اكيد طبعا احنا حتى الانسان بحياته او دائما انه يتحرك ويغير مكانه، ما راح يبقى اكيد ثابت بمكان واحد طول الوقت، لا راح يتغير. مثلا يطلع للشغل، يطلع اي مكان ثاني، يروح بالبيت، يتحرك من مكان الى ثاني، فما راح يبقى ثابت بمكانه، اكيد راح يغير موقعه. شلون راح شلون يغير الموقع؟ اكيد من راح يتحرك، يمشي يروح من مكان الى ثاني. حتى الطالب من يحاول انه يروح للمدرسة، زين هو راح يتحرك، راح يروح مثلا يا اما يكون يعني بسيارة او يروح مشي الى المدرسة، هو راح يغير موقعه. راح يكون بالبداية موقعه وين؟ بالبيت، بعدها راح يروح الى المدرسة، راح يتغير مكانه. هو كان بالبيت بالبداية، بعدين صار بالمدرسة عن طريق الحركة. فاذا هو من يتحرك غير مكانه. هنا عندي الحركة تكون يا اما بخط مستقيم او بخط متعرج يعني مو عدل. هنا أنا خط مستقيم يعني عدل، متعرج يعني ما يكون خط ثابت او خط مستقيم. زي مثلا عندي السيارة، انا ما عندي سيارة، عندي هاي اللعبة. خط مستقيم انه انا تتحرك بخط عدل واحد، لا تروحي لا يمين ولا يسار، انه تتحرك، هذا اسميه خط مستقيم. اما اذا تمشي مرة هيك وتروح هيك، هذا شنو اسميه؟ اسميه خط متعرج. كذلك عندي هذول الاطفال انه دا يلعبون بالمرجوحة. طبعا كنا نعرف ان المرجوحة تتحرك مرة الى الامام ومرة الى الخلف. عندي هذه الملاعب او المرجوحة كنا شايفينها مدينة الالعاب، انها تتحرك بشكل دائري، يعني يا اما للامام او الخلف او بشكل دائري. طبعا الاشياء تتحرك بسرعات مختلفة، يعني مو كلها تتحرك بسرعة واحدة. يعني مثلا السيارة تتحرك مثل الطيارة او مثل الدراجة، او مثلا السيارة والانسان، اذا السيارة تمشي والانسان يمشي، راح تكون سرعتهم نفس الشيء؟ اكيد لا، السيارة راح تكون اسرع من الانسان. زين السيارة اسرع من الدراجة الهوائية يعني البايسيكل، اكيد ما راح يكون البايسيكل سرعته مثل السيارة، السيارة راح تكون اسرع. كذلك انه الاشياء انا من اغيرها او احرك مكانها، يعني هسه هذه هنا هي موقعها مكانها هنا، اذا شلتها وديتها بهذا المكان، شنو اللي تغير؟ حجمها، هي بقت نفس الشيء، تغير لونها، تغير شكلها، كل شيء ما تغير، مجرد انه هي كانت بهذا المكان وديتها بهذا المكان. اذا الحركة او تغيير المكان ما راح يغير شيء، فقط راح يغير موقعه، لا راح يتغير اللون ولا الشكل ولا الحجم. فكل شيء ما يتغير، فقط يتغير المكان وتكون الحركة بسرعات مختلفة. لاحظ هذه الصورة يقول ايهما يتحرك بسرعة أكبر، الفهد أم السلحفات؟ كلنا نعرف أن السلحفات هي بطيئة، يعني حركتها كلش بطيئة، بينما الفهد، هذا الفهد أو الأسد، زين يتحركون بسرعة كلش كبيرة. فإذا الفهد راح يتحرك أكثر أو أسرع من السلحفات. طبعا راح نجي
على كتاب النشاط صفحة 59 الحركة والقوة. أتمنى تحلوها صفحة 59 و60 وصفحة 61. طبعا حلوا لياها ودزولي، وإن شاء الله أحاول أن أفيدكم بأي شيء تحتاجون، أي سؤال أنا موجودة، وأتمنى لكم موفقية. مع السلامة.